كانت يد الكويت هي الممدودة للكل الفلسطيني. لا ينسى الفلسطينيون تلك المواقف الكبيرة في عام 2009، كانت هناك حرب مدمرة على قطاع غزة. الأمير الراحل أمر فورا بإقامة مؤتمر الدعم لقطاع غزة، وكانت الكويت أولى الدول الداعمة للأسر التي فقدت بيوتها ولكافة القطاعات الفلسطينية الصحية والتعليمية وغيرها. وأيضا لا ننسى في العدوان الأخير على قطاع غزة عام 2014، كانت هناك حرب استمرت 52 يوما، لمس الفلسطينيون بشكل يومي الأيادي الكويتية البيضاء بتفقدهم، الهلال الأحمر الكويتي بإيعاز من الأمير الراحل فقيد الإنسانية كان أول من يصل إلى قطاع غزة ويلبي نداءات الاستغاثة للمشردين الذين قصفت منازلهم. أذكر هنا وفي هذا المقام بأن أول بيت قصف في الحرب الإسرائيلية أشار وأمر الأمير الراحل بإعادة بناء منزله وتكفل العائلة. بصمات إنسانية كبيرة ومضات إنسانية لا يمكن أن ينساها الفلسطينيون، ستبقى خالدة محفورة في قلوبهم. وأيضا في هذا العدوان كانت هناك مبادرة كبيرة لدولة الكويت في مؤتمر إعادة الإعمار بشرم الشيخ بتبني مشاريع إنسانية وإغاثية وتنموية كبيرة للنهوض بقطاع غزة بعد هذه الأزمات. وكانت هناك مبادرة ب 200 مليون دولار من الكويت. دولة الكويت كانت وحسب المصادر الرسمية الرئاسية الفلسطينية من أهم الدول التي التزمت ماليا بهذا المبلغ، بل وقامت بتوسيع المنحة، هذه المنحة الضخمة التي شملت قطاعات عديدة، عادت الأسر إلى بيوتها، هذه المنازل عادت شيدت من جديد.